مستمر الحديث عن مساهمة المرأة في سوق العمل. وهو اليوم في أدنى مستوى على مستوى الإقليم. اجتمعنا من يومين تحت مظلة عنوان كسر القيود التمييزية من أجل دعم المشاركة الشمولية للمرأة في الاقتصاد. النتيجة لا يمكن تجاهل مشاركة النساء في الاقتصاد، لا يمكن. السؤال الكبير، من المسؤول عن تطوير السياسات وإنشاء الصناديق المشجعة والحاضنة للمشاريع المدرة للدخل؟ لنساء اليوم قياديات، رياديات، مبادرات، مثابرات في البيت وخارج البيت، في عمل يومي متواصل لبعضهن يستمر ل 18 ساعة في اليوم. ومن المسؤول عن تحسين البيئة العامة الناظمة لعمل المرأة؟ هل بات من الحرام أن نتحدث عن راتب للعاطلين عن العمل، راتب البطالة؟ وكيف نتخلص من عدم المساواة داخل حتى الأسرة نفسها؟ التقصير أو التهميش في إبراز حجم مشاركة المرأة في الاقتصاد، وهي الاقتصاد، هي زبدة الاقتصاد، هي روح الاقتصاد، هي كينونة الاقتصاد، لأن الاقتصاد يبدأ من البيت. كيف نضع الأشياء في مكانها وبحسب زمانها؟ كيف نعزز ثقافة الثواب والعقاب؟ فالثواب، كل الثواب لمن يعمل، لمن ينجز، لمن ينتج. زكي لكل العاملين، لكل العاملات. لكل المناضلين، لكل المناضلات من أجل حياة أفضل. وأسرة قوية. واقتصاد أفضل بإدارة السيدات، بإدارة المرأة. اقتصاد أفضل يعني حياة أفضل. يعني تعليم أفضل، وصحة أفضل، وإنتاج أعلى، ونفسية ومعنوية أعلى. والسر
في المرأة. السر بها وفيها ومنها ولها.